كده سامعني كويس؟ قولولي كده سامعني كويس؟ انا ما اعرفش كانت ايه المشكله، انا ما عملتش اي حاجه، انا فصلت الويبينار وشغلته تاني بس غريبه. طب انا حاولت حتى احط السماعه ما كانش راضي، هو تقريبا كان في مشكله في جوت ويبينار نفسه. طب تمام، انا خفت افصل الويبينار ما اعرفش ارجع له تاني، بس يعني الموضوع عاد. معلش يا شباب على الربع ساعه اللي عدت دي. طيب هدخل هقول تاني اللي انا كنت بقوله. طيب قبل ما عشان اخرج من الصفحه اللي انا فيها دي، احنا عندنا السيشن الجايه يوم الخميس الجاي ان شاء الله هنبدا موجات اليوت، طلبت مني كتير جدا فنبدا بقى نتكلم فيها. ممكن ادخل يعني شهر 12 كلها هتكون اليوت، لان هي طويله وممكن تبقى معقده وهاخد وقت في الشرح، ف يعني مش هننجز فيها في كل سيشن. تمام، فهتاخد وقت معانا، بس اول سيشن هي يوم الخميس الجاي ان شاء الله، اخر سيشن في الشهر شهر 11. ماشي اوكي. ماشي يا استاذ مواد، كلمني على التليجرام زي ما انت عايز، اعتقد ان حضرتك موجود عندي على التليجرام، فادخل عادي كلمني في اي وقت. ماشي تمام، انا كده كده اعتقد مفيش بعدية سيشن، او انا نسيت اتاكد، بس انا محتاجه اتاكد بس. طيب ممكن ثواني هتاكد وارجع لكم. بس تمام، لا مفيش سيشن، مفيش سيشن بعدين. طيب انا كنت بتكلم في ايه؟ على الدولار الامريكي. انا مش هضيع وقت كتير، لكن هقول لكم بس حاجه، احنا كنا بنتكلم امبارح في التصحيح، تمام، ان الدولار الامريكي بيصحح بعد ما وصل لمنطقه ال 105. انت دلوقتي ايه الحاجات اللي بتقول لك في تصحيح جاي لسه، ولا ده النازله دي خلاص هينزل يعمل قاع جديد؟ انت طبعا في المعتاد بتاعنا الام سي دي، الام سي دي كان مديك باي اند تست، اكيد شفتوها يعني، اكيد على الساعه باينه ان انت عمال اصلا بتحاول تطلع من الزيرو، مش تغيير اتجاه بس كتصحيح. خدوا بالكم ان الاخبار الاسبوع ده بتدعم ان اليورو يبقى متماسك جدا والباوند متماسك. انت عندك كوارث في التضخم في الاثنين. خلاص الباوند دخلت في 11 واحد من عشرة، واليورو خلاص برضه هيحصل ال 11، فانتوا حاجات كبيرة أو مستويات كبيرة قوي على التضخم هتخلي البنوك المركزية لازم تكمل سياسة تشديد، وممكن توصل ل 100 نقطة أساس على فكرة الفترة اللي جاية. خدوا بالكم إن كمان ترامب قال هيستعد للانتخابات، فده هيعمل شقلبة شوية، بس لسه بدري عليه، لسه بدري على الكلام ده، احنا لسه معانا سنتين كمان. بس ما ننساش إن الانتخابات اللي كانت موجودة الجمهوريين هم اللي فازوا، مش الديمقراطيين اللي تبع جو بايدن، فدي تفرق، هيبقى في رخامة ما بين الجمهوريين وجو بايدن. تمام، لأن القرارات اللي بتتاخد مش بس من جو بايدن، لازم تبقى واخدة الأغلبية في مجلس النواب. في مجلس النواب مين اللي حاز على أغلبيته دلوقتي؟ الجمهوريين اللي هم أصلا حزب مين معظمهم بيأيدوا ترامب، فدي ناخد بالنا منها. هنا ده، طب لو ما خدتش بالك من ده، انا لسه ما شرحتش الفوليوم قوي، بس من الحاجات اللي انا هتلاقوني ببص عليها ايه بقى؟ ليه الفوليوم بيديني حاجه لسه ما حصلتش على، او بيديني ترند جديد لسه ما حصلش على الاتجاه اللي موجود اصلا، خاصه ان انت عندك سايد واي اهو. طب سايد واي مش مايل للصعود؟ لو مش باين لك هنا فهو باين لك هنا. تمام، في قناه سعريه، في قناة سعرية على الاون بالانس فوليوم، انا هشرحه بس يعني ممكن بس تحطوه مؤقتا لحد ما نشرحه، حطوه شوفوا عليه زي الكلاسيك بتاعنا عادي جدا. قناة سعرية، خطوط اتجاه، ترند اصلا يعني، اتجاه صاعد اتجاه هابط، كل ده بيترسم عليه عادي. فانت عندك قناة سعرية اصلا مش موجودة على الاسعار،
يعني انت الاسعار هنا اهو قمتين قمتين، عشان تشوف في قناه سعريه ولا لا تعمل دبليكيت منه، في ان مفيش. بص هنا مش جايه خالص، فانا ما عنديش قناه سعريه، لكن باينه فين؟ باينه على الساعه، على الفوليوم. الفوليوم ده انعكاس لده، لان اسعار، لان الفوليوم مين؟ الضغوط الشرائيه والبيعيه، فهو هو تحركات الاسعار، هو برضو المشترين والبياعين. لكن هنا قاري شويه، لان الكفه مايله للمشتري، بس مايله للمشتري تفهم من كده ايه ده؟ تفهم منه ان الدولار لسه ما نهاش التصحيح بتاعه. بس مين اللي هيفيدك تاني؟ خلاص ده كده بالنسبه لي، خلاص مش هتابع عليه حاجه تاني. انا عايزه بس مين ده يبقى القمه والقاع، وتبدا تاخد فيبوناتشي. بس انت اهم حاجه عندك كده كده في الاتجاه ده ما يتمش اختراقه، ده كده ما يتمش اختراقه. لكن القمه والقاع معاك بقى 38، ومعاك 50، وممكن نروح كمان للموفينج 200. طيب اطلع على الاربع ساعات، هو بيعدي حاليا مين؟ عدى كيجن سن، يبقى هيروح لمين؟ للسحابه. وعند مين؟ 50% فيبوناتشي، يعني دي الاقرب بالنسبه لي على الدولار الامريكي. بس طيب انت متابع الاون بالانس فوليوم؟ والله لو لف ونزل تاني ودخل جوه القناه السعريه، لو نزل كسر حتى الموفينج 100، خلاص يبقى ده انهى التصحيح. بس كده تمام. لكن قيس على كده كله، انا حطيت بس الاون بالانس فوليوم على مؤشر الدولار الامريكي، لكن الباقيين بيصححوا، مش تغيير اتجاه خالص، الباقيين كلهم بيصححوا. يعني انت كان عندك على الذهب القناه السعريه واتكسرت، وعمل مين؟ عمل اعاده اختبار للسحابه، دي كانت باينه الصبح، دي باينه كانت باينه الصبح برضو، يعني النازله طلع عمل اعاده اختبار للسحابه وبدا ينزل تاني. هو دي كانت القناه السعريه، او خلينا في خط الاتجاه دلوقتي للكسر اهو. ده تغيير اتجاه؟ لا مش تغيير اتجاه، اطلع بس على الاربع ساعات هتلاقي ان انت كسرت الكيجن سن، وكان باين من بدري برضو كسر الكيجن سن، باين من النهارده الصبح. يبقى انت رايح السحابه بعيده، السحابه بعيده شويه، فما دام السحابه بعيده شويه تستعمل مين؟ انت دلوقتي لامس ال 38 وممكن يروح لل 50، بس ممكن يروح لل 50 بايه؟ بنزلات بسيطه، فيروح للموفينج سوري، فيروح للسحاب، بس مش تغيير اتجاه. يعني هبدا دقيقتين وهبدا ماشي. فانا بالنسبه لي تاخد بالك بس من ان هو ممكن يمشي بوتيره اقل شويه عشان يروح يلمس السحاب. قيس على كده كل الازواج، قيس على كده كل الازواج، ما دام عندك الدولار الامريكي بيصحح هتلاقي كل الازواج بتصح ماشي. طب هندخل على السيشن بتاعتنا عشان الوقت بس اللي ضاع. فجوات السعريه، واحنا شفنا الاسعار الاسبوع ده بتفتح اصلا على فجوات سعريه، ايه نوع الفجوه السعريه دي واستفيد منها في ايه؟ هتكلم على ايه هي الفجوات السعريه، انواعها، ازاي نتريد بالفجوات السعريه، وناخد بالنا من ايه بس التريكات اللي ممكن تلخبطك، تبقى فاكر ان هي فجوه معينه وتلاقي ان هي لا، هي اصلا انت لو دخلت عشان انت فاكرها فجوه معينه ممكن تخسرها. اعتقد كل اللي حاضرين عارفيني تمام. فجوات السعريه، اول جاف دي بتبقى فجوه سعريه في الشموع، بتلاقي ان مفيش حركه سعريه عند منطقه معينه او عند مستوى معين، يعني بتلاقي مفيش شمعه خالص عند المنطقه دي، فراغات بين اغلاق الشمعه وافتتاح الشمعه الجديده. الطبيعي ان احنا بنمشي من الشمال لليمين، الاسعار بتتحرك من الشمال لليمين، فانت بتقفل شمعه وليكن عند سعر عند 5، فبتفتح الشمعه الثانيه عند 5 وتبدا بقى تشوف هتطلع ولا هتنزل. لكن اللي بيحصل الفجوه ان انت قافل عند 5 وتلاقي الاسعار فتحت عند 7، طب فين الستة؟ فين الستة وبداية السبعة؟ مفيش، دي بنسميها فجوة سعرية. طيب الفجوات السعرية ليها أسباب هتكلم فيها في السلايد بعد كده، بس هي فكرتها إن مفيش طلب وعرض عند المناطق دي، السوق قايم على طلب وعرض. طلب يعني في مشتري، وعرض زيادة يعني في بياع، فالأسعار تبدأ تقل. فأنت دلوقتي ولا في طلب ولا في عرض، ولا في مشتري ولا في بياع، ودي ممكن توصل لازاي مفيش طلب وعرض او مفيش مشتري بياع عند مستوى معين. الضغوط اللي بتحصل على فكره، الفوليوم مرتبط بالفجوات السعريه، يعني الكتاب لو انت بتقرا في سورس ليه علاقه بالفجوات السعريه هيجيب لك ان كل نوع من انواع الفجوه ليها شرط معين في الفوليوم.
بس طبعا دي مش هتكلم عليها دلوقتي، ممكن نربطها واحنا بنتكلم على الفوليوم نفسه. طيب يعني ايه، ازاي مفيش المستوى ده مفهوش اسعار؟ ازاي في ضغوط شرائيه مفاجاه فتخلي ان الاسعار نطت، في ضغوط بيعيه مفاجاه هتلاقي ان الاسعار نزلت بشكل مفاجئ فعملت سكيب للسعر في النص، اللي هو مش مهم السعر في النص ده، انا عايز بالسعر الاقل او عايز بالسعر الاعلى من كتر اللي بيحصل في السوق مثلا. تمام، فكره اهي فكره الفجوه هي القوه، قوه او ضعف مفاجئ في السوق خلال مستوى معين او فتره معينه. اسباب الفجوه، الاخبار القويه، الاخبار القويه ممكن تعمل لك اللي هي الجاب اللي بتحصل في الاسعار، ان انت تبقى شايف فجوه مش عارف هي هتتغطى، اشتري ابيع اعمل ايه. ساعات التداول بتفرق، ساعات التداول زي مثلا اللي بيحصل يوم الاثنين، نفتح السوق يوم الاثنين نلاقي فجوات زي اللي حصل الاسبوع ده، طب اتعامل معاها ازاي؟ هتكلم فيها. وممكن يحصل ايه كمان، النهارده بالليل مثلا، النهارده بالليل السوق بيقفل وتفتح بدايه جلسه اسيويه اللي هو يوم جديد، برضو ساعات بنلاقي فجوه سعريه، بس دي طبيعيه، دي بسبب ان ممكن مع قفل جلسه وافتتاح جلسه تانية بتحصل ان مفيش طلب وعرض عند المنطقه دي فبتحصل الفجوه السعريه، غالبا دي اللي بتضغط، يعني غالبا بتضغط. تمام، وبرده يوم الاثنين مع افتتاح السوق اصلا من يوم الجمعه ليوم الاثنين برده بيكون في فرق بين الطلب والعرض، يعني مفيش ولا طلب ولا عرض مع افتتاح الاسواق، برده هو ده اللي بيدي فجوه سعريه مع افتتاح الاسواق، الا لو انت عندك يوم الجمعه زي مثلا الازمه بتاعت روسيا اوكرانيا، عندك يوم الجمعه ازمه، حد مثلا اتكلم يوم السبت، طب اكيد هتلاقي تأثير يوم الاثنين. روسيا ضربت اوكرانيا يوم السبت، اكيد هتلاقي يوم الاثنين حركه قويه. دي اللي هي بقى فرق، مفيش يعني مثلا الذهب وقتها هتلاقوه بيعمل ايه؟ صعود قوي. هتلاقي الجاب اللي في النص دي، ده طبيعي، فروقات الاسعار الطلب زاد قوي قوي عن الطبيعي فعمل سكيب للاسعار اللي في النص. تمام، فدي برضو من الحاجات اللي لازم تبقوا فاهمين، افتتاح الاسواق يوم الاثنين ده بسبب عادي فروقات الطلب والعرض، ان مفيش مع افتتاح الاسواق طلب وعرض، ولا في اصلا مشكلة، عشان دي بتفرق، دي هتفرق في شكل الجاب نفسه وازاي تتعامل معاها، لان احنا عندنا اعتقاد خاطئ ان كل الفجوات بيتم تغطيتها، يعني لما الفجوة تتغطى بعدين اشتري او ابيع، ده غلط، لان في فجوات اصلا من الرولز بتاعتها او من شروطها ان هي اصلا ما بتتغطاش، ولو اتغطت تبقى فقدت وظيفتها. وقت الازمات والكوارث برضو من الاسباب اللي تخلي فيه فجوات سعريه زي مثلا روسيا واوكرانيا وكورونا والكلام ده كله. الانواع، هي دي كل الانواع اللي موجوده، الكومن والاوبننج جاس زي بعض. الكومن اللي هي الشائعه، ودي بشوفها كتير، دي موجوده كتير في السوق، وغالبا ب 90% بتتغطى. وهقول لكم حاجه تانية بس هي مش قاعده، ماشي، عشان بس ما تقدرش ان هي قاعده، الكومن جابس والاوبننج جابس الاثنين نفس الوظيفه ونفس الشكل ونفس كل حاجه. عندك البريك اواي، دي مهمه، ليها شكل معين وليها رولز معينه وليها دخله في السوق معينه برضو. كونتينويشن، الاكزوشن، والايلاند ريفرسال. الايلاند ريفرسال ما بتجيش كتير، كل الفجوات دي بتيجي على اي تايم فريم، حتى لو دقيقه بتتعامل معاها برضو، والمانثلي برضو بتتعامل معاها، كل الفجوات بتيجي على كل التايم فريمز. نيجي لاول واحده، الكومن جابس، هي دي اللي انا فروقات الطلب والعرض اللي بتحصل مع افتتاح الجلسه، افتتاح اليوم الجديد بعد اجازه، مش بتيجي مع اخبار، قليل جدا لما بتيجي، ما بتجيش مع الاخبار، وبتيجي في نص السايد واي عادي جدا، يعني بتيجي في اي مكان على التشارت. تمام، وغالبا غالبا بتيجي مع سايد واي. تحصل من فروقات الطلب والعرض، الفجوه دي 90% منها بيضغط. خلينا اوريكم حاجه عشان دي اللي ظهرت كتير جدا في السوق الاسبوع ده، هرجع بس للفجوات ورا خالص. طب ايه بقى اللي انا عايزه اقوله، بس هو مش قاعده، تمام، ان الفجوات دي بتحصل عكسها، زي مثلا اللي حصل على
على اليورو. مش دي اللي انا عايزاها. طيب يعني ايه بتحصل عكسها؟ دي فتحت ايه؟ دي فتحت جاب اب، دي على الساعة كده كده بتشوف توقيتها. تمام، توقيتها غالبا لما بتيجي كده عادي في اي مكان على التشارت غالبا ممكن تبقى من في وقت الطلب والعرض. بصوا اليوم، يوم اهو من الساعة 12 لواحدة افتتاح الدولار فرنك، يعني افتتاح جلسة آسيوية يوم جديد عادي بتحصل. بس لما بتحصل الفجوات اللي زي دي او الكومن جابس غالبا غالبا هي بتتغطى وبيحصل عكسها. يعني ايه؟ دي فتحت بجاب اب، حصل عكسها والاسعار نزلت. هي مش قاعدة، بس يعني ايه مش قاعدة؟ يعني انا شفتها كتير، انا شفتها كتير لما يحصل جاب اب بتلاقوا في بس كومون جابس. تمام، كومون جابس عشان احنا لسه هنفرق ما بين كلهم الباقيين. انا هتكلم عن الباقيين وبعد كده نطلع على التشارت نعمل الامثله عشان انتوا تبقوا فاهمين. ما انتوا دي انتوا هتبقى الدنيا مختلطه معاكم دلوقتي لو انا شرحت الكومون جابس دلوقتي. بس غالبا ان الكومون جابس 90% بتتغطى وبتحصل عكسها. يعني لو فتح جاب اب غالبا الاسعار بتحضر لهبوط، لو فتح بجاب داون غالبا الاسعار بتحضر لصعود. دي كمان كان جاب اب فغالبا الاسعار بتحضر لهبوط. بس مش قاعده، يعني عادي جدا الاسعار تبقى عامله جاب اب وتطلع. بس ما دام شفتوا حاجه زي كده او انا بقول لكم حاجه زي كده، يعني لو نديها ريت لو هنشوف 10 كومن جابس مثلا 7 يعملوا اللي انا بقول لكم عليه و3 مثلا يفليروا. يعني ايه 3 يفليروا؟ يعني عادي يبقى فاتح جاب اب والاسعار تطلع 7 لـ3 اعتقد، لان معظمهم بشوفهم ان فعلا لو جاب داون يبقى الاسعار بتحضر للصعود. بس ما تخلوهاش قاعده، بس اللي انا ببقى عارفاه ان هي 90% بتتغطى، 90% الجاب دي بتتغطى حتى لو الاسعار بعدت شويه. يعني ممكن ايه يحصل في الحاله دي؟ الحاله دي ان الاسعار تفتح جاب اب وتطلع، تطلع انت شايف موف مثلا قويه اعملها فيبوناتشي. بس ان اي علاقات سلبيه عند المنطقه دي مثلا خلاص يبقى الاسعار رايحه تغطي الجاب، الاسعار رايحه تغطي الجاب. ده الدولار فرانك، هي دي الجاب اللي هو فتح بيها السوق الاسبوع ده. احنا فتحنا امتى؟ يوم 14، وده كان ده كان يوم 11. النيوزيلندي لا ده قديم، عايزة حاجة تكون فتحت جديدة. طب خلينا هنشوفها ماشي. فالكومون جابس بتيجي على أي مكان غالبا بتيجي في سايد واي، بس سايد واي بتبقى في النص، في رينج في نص النطاق. يعني يعني ايه؟ يعني مثلا كده، ده مثلا هنا في سايد واي مثلا ظهرت هنا كومون جابس، تنزل تكمل وعادي تطلع تغطيها. دي هنا حاجة وإن هي تظهر بشكل تاني اللي أنا هقوله حاجة تانية خالص، بس هي بتضغط. البريك أواي، البريك أواي مهمة، عبارة عن قوة أو ضعف مفاجئ في السوق. هي عبارة عن بداية ترند، في حاجة ما أكدتش عليها قبل كده لكن هأكد عليها. هي ما بتجيش في نص الاتجاه، هي ما بتجيش في نص الاتجاه. تمام، يعني لو عندك اتجاه صاعد ما بتجيش في النص. طب لو جت سايد واي وخرجنا منه غالبا بتبقى كونتينويشن، عشان بس احنا احترنا في قبل كده كنت بشرح السيشن دي، احترنا قبل كده ايه ده تعتبرها بريك اواي ولا كونتينويشن. لا هتبقى كونتينويشن اقرب، لان البريك اواي جابس اللي بتيجي في بدايه الاتجاه او في نهايه الاتجاه، في بدايه الاتجاه او نهايه الاتجاه بتقول لك ان احنا هنبدا اتجاه صاعد او هنبدا اتجاه هابط. دي البريك اواي شكلها عامل ازاي؟ غالبا احنا في التجميع والتصريف بناخد سايد واي تاني في بداية الاتجاه لما نكون لسه بنجمع عشان نبدأ اتجاه صاعد اللي هو قاعين أعلى ويليهم قمتين أعلى. قبلها احنا بنبقى في تجميع، تجميع ده بيبقى شكله سايد واي. البريك اواي بتظهر في المنطقة دي أو في العكس، إن أنت في البيك خالص أو في اتجاه صاعد جدا وبدأت تعمل سايد واي. ده التصريف اللي هو اول ما بنخرج من السايد واي ده الاسفل بقوه شكلها معين هقول لكم شكله عامل ازاي، ده بيكون بريك اواي جابس وبيقول لك ان انت كده نهايه اتجاه صاعد وبتبدا اتجاه هوب. هي بتبقى بدايات اتجاه، هي بتعبر عن بدايات الاتجاه شكلها عامل ازاي
وليها بس شرط عشان الموضوع يبقى واضح بالنسبة لك، ان انت تبقى ماشي سايد واي في بداية اتجاه او نهاية اتجاه. ماشي سايد واي اللي بيحصل ان الاسعار مثلا تنزل شوية تلاقي فتح بجاب اب على طول، يعني طب ده فين؟ تمام، اهم حاجة تكون خرجت بس من السايد واي، خرجت من السايد واي لأعلى. بس هنا في مشكلة في حاجة بس، امتى تشتري تاني؟ ان انت كنت في سايد واي، وغالبا مادام دي بريك اواي يبقى انت هتبدأ اتجاه صاعد، تمام، بتعبر عن بدايات الاتجاه. طب العكس فوق، لو انت اصلا اوريدي في اتجاه صاعد وبدأ يعمل لك سايد واي والله كده ونزل على طول كده دي، بس تخرج من مناطق التجمع ده، لان لو جت في النص هنا ما تقوليش بريك اواي، دي كومون جابس. لو جت في نص السايد واي لا، دي عادي كومون جابس وبتتغطى. شرط بريك اواي ان هي تخرج من مناطق الازدحام، تمام، بتعبر عن الخروج من مناطق الازدحام في النطاق العرضي. النطاق العرضي نخرج من مناطق الازدحام لا اما باختراق المقاومه او بكسر الدعم، كسر الدعم وتقفل تحت، تمام، اختراق المقاومه وتقفل فوق. بس في حاجه بس تركه في ايه، في البريك اواي، ان احنا بنشتري لما الشمعه لو اخترقت المقاومه تقفل قريب من الهاي، لازم تقفل قريب من الهاي اشتري. طب ما قفلتش قريب من الهاي، لا لازم تستنى عشان الشمعه التانيه لو انت شايفها على اي تايم فريم مثلا الساعه وحصل بريك اواي جابس، والله لو قفل قريب من الهاي عادي ممكن تدخل تشتري، لكن لو طلع وقفل من القريب من اللو ما تشتريش، ما تشتريش خالص. والبريك اواي ما بتتغطوش، الفجوه دي ما بتتغطوش عشان ما تستنوش ان هي تتغطى، لو اتغطت ما تبقاش بريك اواي، تمام. هوريكم شكلها وبعد كده اشوف اسئلتكم. دي مثلا اهي، دي بريك اواي، و هتقول لي بس دي في نص الاتجاه، تمام، الاقرب تبقى دي بريك اواي ولا كونتينويشن. انا بالنسبه لي احنا لسه مش في، يعني بصوا احنا في نطاق كان عرض كبير، بس هو احنا في اتجاه صاعد، بس دي اقرب بالنسبه لي ان هي تكون بريك اواي، اقرب بالنسبه لي ان هي تكون بريك اواي. لو النطاق العرضي كبير كده، لو النطاق العرضي كبير، لكن لو انت في اتجاه صاعد والنطاق العرضي اصغر شويه وطلعت على طول، ده بالنسبه لي اقرب ان هي تكون كونتينويشن، تمام. بس دي عشان اوريكم فكرتها، هنا الشمعة كانت قافله هنا فتحت هنا خرجت من اماكن الازدحام، دي بنسميها بريك اواي، دي بنسميها بريك اواي، ما دام الشمعة اصلا قافله مربوط وادخل اشتري. بس مش تدخل اشتري يعني الى ما لا نهايه، لا، الاسعار هنا طلعت وبعد كده نزلت، ما تقول يعني هو المفروض ان هي بدايه اتجاه، الكتاب بيقول لك ان هي بدايه اتجاه، بس انت مشيها كلاسيك، يعني مشيها ان الاسعار لو عند مقاومه وقف، الاسعار لو عند مقاومه لازم تاخد بالك من بعد كده. بس الفكره في ايه، ان انت ما تفوتش فرصه من زي دي، وبرضه ما تفوتش ايه، ما تفوتش، ما تقولش لا اصل انا هستنى الاسعار تغطي الجاب الاول وبعد كده ابقى اخد اكشن، هي مش هتتغطى اصلا، هي ما ينفعش تتغطى، بس مش هينفع تتغطى الى ما لا نهايه، لا هي بتطلع وبعد كده عادي الاسعار بتنزل تغطيها بعد كده، بس احنا بنتكلم مش في وقتها. الفكره كلها ان انت بتخرج من مناطق الازدحام ولازم دي تقفل قريب من الهاي او تقفل بالشكل ده، خلاص انت مش مستني تاكيد على فكره، انت ممكن تدخل تشتري. الستوب بتاعك فين؟ الستوب بتاعك ان هي ما تتغطاش، يعني بدايه عند الشمعه اللي فاتت قبل الجاب نفسها، إيه عادي الاسعار تنزل تعمل اختبار هنا، تنزل تعمل اختبار هنا لكن ما تغطيش الجاب، وكل ما تكون طبعا بعيده ان هي تغطي الجاب كل ما يكون احسن بالنسبه لي. بس في ايه بقى هنا الغلط، كانت الاسترول، اهي. طب هو مش ده سايد واي، تمام، والجاب اب خرجت من مناطق الازدحام، الشمعة قفلت فين؟ هي بس دي التريك تقريبا، دي انا اول مره اقولها، دي هنا التريك، ان المفروض ان الاسعار تقفل قريب من الهاي، ما قفلتش
لازم تشوف الشمعة التانية هتقفل فين، لازم تشوف الشمعة التانية هتبدأ ايه ولا هتعمل ايه، لان دي هتفلير. لو انت خدتها ان هي بريك اواي بس وما خدتش بالك ان من شروطها ان لازم تقفل قريب من الهاي، ولو ما قفلتش قريب من الهاي تستنى الشمعة اللي بعد كده، لو قفلت اب تمام، لو ما قفلتش اب لا، يبقى دي كده فليرة ما تدخلش عليها. تمام، فدي لازم تبقى عارفها. ماشي. او ايوه، ما هي البريك اواي، هي دي البريك اواي يا استاذ محمد. البريك اواي عموما هي بتخترق دعم او بتكسر، او سوري تكسر دعم او تخترق مقاومه. ماشي، في السايد واي هي لازم، هي دي اصلا لازم اخترقت مقاومه او ان هي تكسر دعم. انا عندي في امثله كتير للبريك اواي. لا دي طبعا الايلاند. تمام، دي اهي برضو، ده على الويكلي، ده اليورو دولار على الويكلي. سايد واي الشمعة كانت قافلة هنا، قفلت هنا، بس هنا قريبة من الهاي. بصوا بصوا، الشمعة فتحت قفلت بره مناطق الازدحام، هي بس عشان ممكن جاب تحصل، بس تقفل هنا تفتح هنا، لو فتحت هنا ما تبقاش بريك اواي لان هي ما اخترقتش المقاومة. هي فكرتها اختراق مقاومة أو كسر دعم، فلازم لو مثلا اللي جاب فتحت هنا، لا دي كومون جابس أصلا، هتبقى كومون جابس ما تعتبرهاش بريك واي. بريك واي بتخرج من مناطق الازدحام اللي هي بتخرج من السايد واي كله لفوق أو لتحت. غالبا لو أنت في بداية الاتجاه هتخرج لفوق، لو أنت في نهاية الاتجاه هتكسر الدعم لتحت. تمام، دي قريبة من قفلة، قريبة من الهاي. طب عندك شك إن لا، ما هي برضه قفلة إغلاق سلبي اهي. استنى، الشمعة اللي بعدها، الشمعة اللي بعدها لو قافلة فوق الهاي بتاعت الشمعة البريك اواي، ادخل اشتري، ما بتضغطوش، ما بتضغطوش، ما ينفعش تضغطها. دي فرصة زي على اليورو دولار كانت على الويكلي، ما ينفعش تفوتها. ليه؟ لو انت كنت عارف، مش عارف ان دي بريك اواي، هتستنى الاسعار. لا، ما لما تغطي جاب الاول وبعد كده بقى مش هتتغطى. الستوب بتاعك فين؟ عادي ان الاسعار تنزل هنا او تنزل هنا او تنزل هنا، اهم حاجه ما تغطيش الجاب. هتقولي طب ما في الهاي اهي، المفروض ما تروحلهاش. لا عادي، الجاب من الاغلاق للاغلاق. تمام، من الاغلاق للاغلاق، هنا ده الاغلاق مش دي، الهاي مش الاغلاق، الهاي الاغلاق هنا. فمعاك كل ده كان ممكن تعمل اعاده اختبار. تمام، اهي دي تركه، ده على الباوند فرانك. هنا الاغلاق كان هنا سايد واي اهو، الشمعه طلعت طلعت بس هي ما خرجتش. مش انا اعتبر ان هي خرجت، وليكن قفلت فين؟ قفلت جوه تاني. تمام، الاغلاق اصلا قريب من اللو، خلاص هي مش كده. تمام، لازم في الحاله دي، في الحاله دي هي هنا اللو، يعني قبل الستوب حاجه بسيطه، قبل الاستوب حاجة بسيطة. طب عملت اختبار وبدأت تطلع، مشيها كلاسيك، ما تمشيهاش عشان هي عشان هي جاب. مشي الموضوع كلاسيك، يعني ايه؟ يعني انسى خالص ان في جاب. تمام، لو لقيت ان الاسعار بتنزل وبدأت ترتد الاعلى، الغي إيه خالص ان في جاب، كأن دي كانها هنا كانت شمعة عادية خالص. مشي ان انت في سايد واي وفي بدأ يبقى في قاعان اعلى، استنى لما اخترت المقاومة، بس ما تمشيهاش ان هي فجوة. انت مش داخل عشان هي بريك اواي. تمام، وفدي برضو من التريكات اللي موجودة في البريك اواي. تمام، ندخل على بعد كده على طول، في فجوات كتير بالنسبة لي، ندخل على بعد كده. فالبريك اواي فكرتها ان انت بتختار القوة مفاجأة في السوق، على فكرة فوليوم عالي. تمام، الاختراق او الكسر بيكون فوليوم عالي جدا عن اللي قبل كده تاني، يعني وقت السايد واي نفسه الفوليوم بيكون قليل، وقت الجاب نفسها الفوليوم بيبقى كبير. فدي بتأكد لك ان هي بريك اواي، بتأكد لك ان هي بريك اواي. تمام، بس هي يا اما لو هتحصل في نهاية الاتجاه
مش هتخترق لي مقاومة، عشان بس تبقى واضحة. لو هي في آخر الاتجاه، في آخر الاتجاه الصاعد، فهي مش هتخترق لك مقاومة. ما تقوليش ان دي كده بريك اواي، حتى لو اخترقت سايد واي، لا دي مش بريك اواي. لو انت بعد صعود لازم هتكسر ده. لو انت في بداية اتجاه صاعد هتخترق المقاومة، لكن هي فكرتها ان انت بتخرج من مناطق ازدحام، شروطها ان انت بتخرج من المقاومة او بتكسر الدعم. تمام. continuation. لا، لان وقف الخسارة دي الوظيفة بتاعتها اصلا، بتاعت الفجوة، هي البريك اواي والكونتينويشن، الاثنين دول ما ينفعش يتغطوا خالص. لو اتغطت اصلا ما تكونش الفجوه، فانت هداخل ليه بقى ما دام هي اتغطت؟ ما هي كده مش كونتينويشن ولا هي بريك اواي، فانت داخل بناء على ايه؟ فاحنا بنحط بقى في الخساره عند الفجوه نفسها، تحت الفجوه. تمام. عادي ان الاسعار تروح تختبر بدايه الفجوه، مش كلها، بدايه الفجوه اللي هي النهايه، اللي هي نهايه الشمعه. ماشي. هوريها لكم تاني، هوريها لكم مثلا في الكونتينويشن. الكونتينويشن دي بتيجي بقى في نص الاتجاه، دي لازم في نص الاتجاه، يعني او الفجوه المستمره لازم منتصف الاتجاه، بتوضح الاتجاه الحالي، قوه الاتجاه الحالي اذا كان صاعد ولا هابط. يعني ممكن تيجي في الناحيتين، او في الاتجاه الصاعد لو ظهرت الكونتينويشن بيقول لي ان انت كده في نص الاتجاه ولسه في النص التاني، في نص الاتجاه ولسه في النص التاني. دي ما بتضغطهاش برضو. طيب بعرفها ازاي او بستفيد منها ازاي؟ لا انت في الاتجاه الصاعد ولا في سايد واي ولا اي حاجة، انت في الاتجاه الصاعد ومرة واحدة لقيت ان الاسعار عملت كب، يعني فتحت على اب، فتحت على صعود. دي بعد اتجاه صاعد بيقول لي ان دي فاضل نصها تاني فوق، يعني لو دي الاسعار طالعه من 20 30، يعني الفجوه ظهرت عند ال 30، فانت كده الفرق 10، فانت عندك من ال 30 ل 40 لسه، يعني خد المسافه. لو دي 100 نقطه يبقى انت لسه الاتجاه ده قدامك لسه 100 نقطه فيه. تمام. هي دي فكرتها. طب انت لو طلعت تاني شويه ولقيت فجوه تانيه، عادي ممكن يحصل كذا كونتينيويشن في الاتجاه الصاعد. اخد لها اتجاه، هاخد لها نص اتجاه تاني ويبقى انا في النص لا لا لا، لو ظهر لك كذا كونتينيويشن او كذا فجوه مستمره بتاخد الاولانيه بس، تاخد مستهدف الاولانيه بس، يعني ما تجيش هنا تقول لي يبقى انا هاخد المسافه دي كلها واحطها فوق. لا، لو انت شفت واحده اولانيه يبقى هي دي الاولانيه اللي بتتعامل معاها، اصل الاتجاه مش هيفضل صاعد الى ما لا نهايه بنفس قوته. هي اول واحده بس اللي بتقول لك ان انت كده وصلت لنص الاتجاه، بس هي عموما بتوضح لك قوه الاتجاه اللي موجود الحالي اذا كان صاعد او هابط، ما بتتغطاش. يعني ما تستنيش ان الكونتينويشن جت تتغطى، اول ما تظهر وانت شايف قدامك اتجاه صاعد على اي تايم فريم تعرف ان انت بولش جدا ولسه مكمل قد اللي انت رحت له او قد اللي الاسعار عملته. تمام. كل الفجوات بتعامل معاملة الدعوم والمقاومات، كل الفجوات بتعامل معاملة الدعوم والمقاومات ما عدا الكومن جابس. تمام. الكومون جابس او الاوبننج جابس. لكن البريك اواي يعني ايه؟ يعني عادي ان الاسعار كده مثلا وطلعت عملت بريك اواي وطلعت شويه ونزلت، مش معنى ان هي نزلت يبقى هي هتروح تفاليا، لا، ممكن بتروح تختبر الدعم اللي هي بدايه الفجوه. بصوا هي دي البدايه، دي بدايه الفجوه ودي نهايتها، بس ما دام الاسعار عدتها يبقى دي بقت بدايتها. تمام. فدي بقت بدايه الفجوه، عادي ان هو ينزل يختبرها. على فكره بيترياكت كايه؟ بيترياكت كايه؟ سبورت، كدعم، وعادي تطلع. يعني دي كلها ده منطقه دعم، الفجوات منطقه دعم، الكونتينيوشن نفس الكلام، بس اهم حاجه ما تضغطوش. عادي جدا الاسعار تروح لبدايتها بس ما تنزلش تغطيها، ما تنزلش تغطيها. تمام. طيب الكونتينويشن بدخل عليها ازاي؟ والله هنا ما بدخلش في نفس اليوم بتاعت الكونتينويشن، مش بدخل في نفس اليوم بتاعت الجاب، لا بدخل في اليوم اللي بعد كده لما الاسعار تعمل هاي.
في اليوم اللي بعد كده لما الاسعار تعمل تخترق الهاي. لو احنا في اتجاه صاعد تخترق الهاي بتاعت الفجوه، او لو احنا في اتجاه هابط تكسر اللو بتاع الفجوه. تاكيد يعني كده تاكيد، تمام؟ يعني هتتريد على ان هي كونتينيويشن امتى؟ لما يحصل معايا اهو كونتينيويشن والاسعار تطلع، مش بدخل في الشمعه دي، لا انا بدخل اول ما الشمعه الثانيه تبدا وتعمل لي هاي جديده، تعمل لي هاي تعلي عن الهاي دي، مش هستناها تخلص، لا اول ما تخترق بس الهاي دي، اول ما تخترق الهاي دي وتبدا تطلع خلاص بدخل عادي عليها. الستوب بتاعي فين هنا؟ عادي ان الاسعار تنزل تعمل تست لبدايه الجاب، لكن ما تغطيش الجاب، ما ينفعش تغطي الجاب باي حال من الاحوال. دي الكونتينويشن، دي بتشوفها كتير في بداية في الاتجاهات القوية. مثلا شفتها على البيتكوين، ده اتجاه بس ده بديلي. هي طبعا بصوا كل ما هي، بس عشان الأسعار بعيدة فمضغوطة، لكن ده انت عندك اتجاه صاعد. بصوا يعني قافلة على صعود وفتحة على صعود، قافلة على صعود فتحة على صعود، دي مين؟ دي continuation. بصوا نزلت لفين؟ عادي عادي ان هي تعمل لها اعادة اختبار، لكن ما ينفعش تغطيها، ما ينفعش تغطيها. فانت عندك هنا ده الستوب تحت الفجوة بحاجة بسيطة جدا. طيب طلع طلع من يعني عدى، انت كده تفهم من دي ايه؟ تفهم من كده ان الاتجاه ده لسه بقيته فوق، يعني لسه قد اللي حصل هيحصل تاني، بتاخد بالنقط، يعني هتاخدها بالنقط. هنا مثلا نتكلم في ايه؟ من يعني بتتكلم في 3000 نقطة من بعد الشمعة، 3000 نقطة وهكذا. دي ودي تعتبروها ايه؟ هنا ده سايد واي وخرج، ده هنا سايد واي وخرج، بس هنا مش في بداية اتجاه. يعني بصوا دي ممكن تمشوها كومن جابس، مع انها خرجت على فكرة من المقاومة، دي خرجت من المقاومة لكن ما قفلتش قريب من الهاي. ما هي لو الفجوة، ما هي الفجوة لازم يبقى ليها اسم، هي لو مش بريك اواي هتبقى كومن، تمام؟ يعني البريك اواي لو فالير، بريك اواي لو فالير هيبقى كومن جابس. طيب هنا ليه مش هعتبرها، مش هعتبرها ان هي بريك اواي؟ لان القفل، لا القفل مش عند الهاي، القفل لم تحت. طب شاكك، بص على الشمعة اللي بعد كده، شموع سلبية. طيب نزل اختبر المنطقة وبدأ يطلع تاني، الطلعة دي، الطلعة دي دي continuation تاني، الطلعة دي continuation تاني. ليه؟ ماشية ان هي اتجاه طلعة نازلة طلعة ونازلة وهكذا، ما هو اتجاه صاعد اهو. طب انا هاخد لها تاني من الاول النطاق ده كله واحط فوق؟ لا انا خدت الهدف بتاع ده بس، تمام؟ دي هتكلم فيها بقى بعدين، هتكلم فيها في الفجوة اللي بعد كده، وهقول لكم ليه دي مش هنقول عليها ان هي continuation. تمام لحد هنا؟ تمام. الفرق ما بين البريك اواي والكونتينويشن، الاثنين ما بيضغطوش، اتلخبطت ما بينهم عادي كده كده انت عارف ان الاثنين ما بيضغطوش. يعني شفت في نص الاتجاه فجوه وكان في قبلها سايد واي وانت متلخبط، انت مش عارف دي مشيها كونتينويشن ولا مشيها بريك اواي، كده كده انت عارف ان الاثنين ما بيضغطوش، استفيد منها. وممكن ما تاخدش فكره بس ما بينهم هما الاثنين ايه، ان دي بيكون ليها مستهدف، الثانيه لا، الثانيه تمشيها كلاسيك، تمشي الاثنين كلاسيك يعني عادي، ممكن تمشي الاثنين كلاسيك، بس انت هتبقى عارف ان الفجوات دي ما بتضغطش اصلا. يعني فكره ان لازم الفجوه السعريه تتغطى وابدا اخد اكشن عليها ده غلط. الاكزوشن، الاكزوشن بتيجي في نهايه الاتجاه الصاعد، يعني مش طبيعي خالص، مش طبيعي خالص ان انا الاقي ان انا كان عندي اتجاه صاعد اصلا والاسعار طالعه كتير وتظهر لي حاجه زي دي واقول عليها ان هي كونتينويشن.
هو انا مش شايفه كل الاتجاه ده؟ هل انا مش شايفه كل الصعود اللي كان في السوق ده عشان اقول ان دي كمان continuation؟ ازاي؟ لا، ما دام خدتها مره اعمل اسكيب للباقي. يعني انت عارف ان دي continuation، بس انت هل انت خدت لها اصلا حاجه؟ لا، دي مستحيل تعتبرها continuation. ايه الاتجاه ده كله؟ يعني كل ما بتطلع قوي في الاتجاه، حتى لو انت شايف ان هي continuation بس مش منطقي، انت خدت اول واحده خلاص. يعني لو المنتصف تمام، ان الاسعار تطلع شويه في الاتجاه الصاعد، كده كده الماركت فيز او النص الاتجاه، او يا دوب احنا بنطلع شويه في الاتجاه، وتبدا بقى الكول الشرائيه الكبيره او الكول البيعيه بتضغط بشكل كبير جدا، فعادي جدا انك تلاقي كونتينيوشن. فطبيعي الجاب اب او الجاب داون تمام، هتعديها كونتينيوشن لو هي اول مره طبيعي. اما طلعت كذا مره وقاعان كتير وقمم كتير، وتيجي هنا تقول لي ان دي كمان تبقى كونتينيوشن والاسعار هتكمل، مش منطقي. ده كده بالنسبة لي ان انت شايف كل الصعود ده وتقول لي ان دي continuation، دي مش هتكون منطقية. ما دام خدت واحدة لقيت واحدة continuation، ما تقوليش الباقيين continuation. هي وارد ان هي تكون continuation، بس تستبعد ان هي تكون continuation كل ما بتبعد عن الاتجاه، او كل ما بتبعد، او كل ما بتقرب من المستهدف ده. المستهدف ده مين؟ 3000 نقطة بعد الشمعة، 3000 نقطة اهي، ده هنا الهدف اصلا. فلو انت شايف جاب اب قريب من مستهدف اصلا الكونتينويشن، هو بيقول لك ان الكونتينويشن لما بتظهر يبقى انت لسه، احنا كده انت كده في نص الاتجاه، انت كده في نص الاتجاه، والاسعار راحت له هتروح له تاني. طب انت تيجي عند لما المستهدف بتاع الكونتينويشن يجي وتظهر جاب، وتقول لي جاب اب، وتقول لي ان دي ممكن تبقى كونتينويشن، اذا كان هي خلاص الاتجاه كله هو كامل قدامك، عادي ان هو يطلع شويه كمان مش بالحرف. يعني احنا كان ممكن على فكره ناخدها من هنا، بس انا واخده من بدايه الموف، بس عادي جدا انك تاخدها من هنا. دخلت في اربع ونص، 4500 من الشمعة، انت بتتكلم في 5.5، يعني نفس الرينج برضه، قريب من الرينج. فدي مختلف، دي مختلف، دي بتيجي في نهاية الاتجاه الصاعد، الاكزوشن جاي. دي حاجة اسمها اكزوشن جاب، مش شايفها، بص قدامك. يعني لو لقيت ان كان في اتجاه صاعد اصلا الاسعار كانت بتطلع، فتبقى 90% دي اقرب ان هي تكون اكزوشن. تمام. طيب الاكزوشن بتقول لي ان انت في نهاية الاتجاه، والاتجاه الصاعد خلاص بينتهي، وبداية هبوط الاسعار، بس تاني مش بداية هبوط الاسعار ان انت تقلب ترند، بداية هبوط الاسعار ان انت هتصحح. لان شفتها دي بقى، ممكن حد يقول لك بدايه اتجاه هابط، لا لا، الاكزوشن على فكره هو ده الطبيعي. بصوا، هو ده الطبيعي ان الاكزوشن بتحصل، الاكزوشن دي بتحصل، بتبقى خلاص في نهايه الاتجاه الصاعد، بنبدا نشوف بدايه اتجاه هابط. بس اللي انا بشوف في السوق عندنا انه لا، عادي ان انا لما ببص والاقي جاب اب بعد اتجاه صاعد كبير، يعني في الاسعار بقت منهكه، بس مش شرط ان هي تغير الاتجاه، لان شفتها كتير ومش عارفه وريتها لكم قبل كده، لكن عادي جدا ان هي تحصل كده وتطلع شويه، تنزل تغطي الجاب بشويه مع التصحيح بقى للاسعار، وتطلع تكمل تاني. فايدتها بس ان هي هتضغط، بيقول لك ان الاكزوشن هتضغط، فدي استفيد منها، لان الطبيعي ان هي بتحصل بعديها جاب اب. هي قصدي هي بتحصل بجاب اب مش جاب داون. يعني ما تقوليش كده، عشان برضو دي حاجات بتلخبط كده، وتلاقي مثلا اسعار بدات تلف كده وعملت جاب داون، وتقول لي دي اكزوشن. لا لا، دي مش اكزوشن، دي مش اكزوشن، دي ممكن تبقى بريك اواي. كانت الاسعار ماشيه هنا سايد واي، واخترق وكسرت الدعم مره واحده، دي اللي تبقى بريك اواي، بدايه بقى اتجاه هابط. لكن الاكزوشن بتبقى جاب اب، الاسعار بتبقى طالعه وتروح جايه هي عامله طلوع تاني. بيقول لك ان دي بعدها بتعرفها منين؟ بعدها الاسعار بتطلع مثلا شمعه شمعتين، وتبدا تعمل لك بقى بدايه شموع سلبيه. بدايه الشموع السلبيه بيع، بيع اللي فين؟ هتغطي الجاب، بس بيع اللي فين؟ بيع، لان هي هتغطي الجاب. وبعد كده شوف بقى من الجاب هتعمل ايه، هل فعلا هي بتحضر لتغيير اتجاه، فعلا الاتجاه هابط، ولا هتغطي الجاب وتبدا تكمل
صعود تاني، بس هي الاكزوشن بتتغطى، الاكزوشن بتتغطى بس مش في وقتها، مش شرط في وقتها، لان يعني الاسعار بتعمل كام شمعة، بس ما تعمليش هاي اعلى من شمعة الاكزوشن نفسه. مش الشمعة دي، شمعة الصعود بتاعت الجاب اب دي بنسميها شمعة الاكزوشن، الاسعار ما تعمليش هاي جديد، تعمليش هاي جديد، عادي ان هي تعمل تطلع وتمشي مثلا سايد واي شوية وبعد كده تنزل. كل ده في نطاق بيعي، كل اللي انت شايفه ده نطاق بيعي بس يغطي جاب. الاكزوشن لا بتيجي، بصي يا استاذ هشام، هي بتيجي الاكزوشن، هي بتيجي في الاتجاه الصاعد وبتيجي في الاتجاه الهابط، لكن تلات ارباع الوقت ما بنشوفش اكزوشن بعد اتجاه هابط، لا تلات ارباع الوقت بتيجي بعد اتجاه صاعد، تمام؟ فانا مركزه على الاتجاه الصاعد في نهايه الاتجاه دي اللي بتلاقي فيها اكزوشن، قليل قوي لما تلاقي بعد اتجاه هابط اكزوشن، الا لو تلاقي اكزوشن امتى؟ لو الاسعار هتعمل ايلاند ريفرس، والايلاند على فكره برضو بتتعمل ثلاث ارباع الوقت في البيك، بس هل هي ما بتتعملش في البوتوم؟ لا بتتعمل في البوتوم بس قليل جدا، فده مش الدارج. الدارج ان الاكزوشن والايلاند بيجوا في البيك في نهايه الاتجاه الصاعد، لكن لا ما ينفعش يجوا في الاتجاه، لا بيجوا بس قليل قوي. تمام على المثال اللي معايا في الايلاند، لان انا كنت جايبه لكم قبل كده مثال للايلاند ريفرسال بعد صعود، لكن شفت مثال بعد هبوط، فانا جايباه، لكن هما بينفعوا بس انا على الشائع قليل قوي لما بتلاقي اكزوشن في اتجاه هبوط، بس موجوده. تمام برضه عشان ما تتلخبطوش بين الاكزوشن والكونتينويشن في الاتجاه الهابط. يعني ايه؟ يعني ما تلاقيش ان الاتجاه هابط بقاله كتير وتلاقي ان الاسعار عملت جاب داون وتقول لي اصل دي تبقى كونتينويشن. كونتينويشن ايه للاتجاه ده كله؟ يعني كل ده هيبقى لسه ليه؟ مش منطقيه، ما بتكونش منطقيه. فدي غالبا لو شفتها هتبقى اكزوشن. اكزوشن هتلاقي الاسعار بدات تستقر كده شويه، تعرف ان هي طالعه تغطي الجاب. ماشي. الايلاند عباره عن فجوتين مع بعض، قليل لما بلاقيها، بس خليكم برضو عارفينها، بس طبعا قويه جدا جدا في السلوك السعري بتاعها. دي بتبقى فعلا ريفرسال، هي ريفرسال، هي اسمها كده اصلا، ذا ايلاند ريفرسال، هي فعلا بتكون ريفرسال. هي عباره عن فجوتين، الفجوتين دول عباره عن ايه؟ الاكزوشن زائد البريك اواي. الاكزوشن زائد البريك اواي يعني ايه؟ هوريكم شكلها، هرسمها لكم. انا بتبقى اتجاه صاعد، هي اصلا الدرج ان احنا حتى بنرسمها بعد اتجاه صاعد. الايلاند ريفرسال بيقول لك ان انت عندك اكزوشن، اكزوشن اهي، تمام، وبعد كده عندك سايد واي، تمام، والسايد واي تروح جاي عامل فجوه تانية. دي باينه اللي هي مين؟ بعد السايد واي وراح جاي كسر الدعم، دي بريك اواي. فهي عباره عن اكزوشن زائد بريك اواي بيديني ايلاند ريفرسال، بتديني كده حته فوق لوحدها كده، يعني سايد واي فوق لوحده، مش مربوط بنهايه الاتجاه ولا بدايه الاتجاه اهو. دي بتكون ريفرسال فعلا، بس لو ظهرت انت بتبيع في شمعه البريك اواي، ما بتستناش تاني. اول ما بتظهر الشمعه بتاعت البريك اواي دي، الشمعه اللي هي عملت جاب داون، بتدخل عليها على طول البيع. اول ما بتظهر الشمع الشكل اللي انت شايفه ده ايلاند، خلاص تدخل هنا. دي ظهرت فين بقى؟ دي ظهرت في، كنت شايفاها على الداو تقريبا، يعني ممكن تيجي من شمعة واحدة، اه ممكن تيجي من شمعة واحدة، شمعة واحدة ديلي هتلاقيها الأربع ساعات، يعني سايد واي شوية أهي. بصوا عشان بس هي دي كده كده اتغطت أصلا،
هي كده كده ضغطت، انتوا كده كده عشان برضه تفرقوا ما بين الاكزوشن والكونتينيويشن. كده كده الاكزوشن هتلاقوها بتضغطوا، تمام؟ فهي ضغطت في وقتها، يعني حصل جاب داون، حصل جاب داون اهو، تمام؟ الجاب داون بعد هبوط، فما تقوليش ان هي كونتينيويشن. بعد كده الاسعار طلعت طلعت طلعت، غطيتها ونزلت تاني، وبعد كده فتحت اليوم اللي بعد كده بجاب اب. دي هنا الاكزوشن ودي البريك اواي. الشمعة بعد الشمعة دي بتدخل على طول، هي طبعا انت بتستنى الشمعة، هي الشمعة ده على الديل، الشمعة شمعة الجاب وبتدخل وبتبقى فعلا ريفرسل، هي فعلا بتبقى ريفرسل. طب لو جت فوق بتبقى ريفرسل هبوط، تمام؟ دي كده الجبس، دي كده الجبس. خلينا نبص على دي مين؟ اتلخبطتوا، يعني هو ده سايد واي مايل للصعود وفتح بجاب اب، اتلخبطتوا الاتنين تمشي، بس هي الصح، الصح ان هي كونتينويشن، الصح ان هي كونتينويشن، خاصة ان السايد واي مش الرينج بتاعه مش كبير. تاني لو الرينج بتاعه كبير عادي ممكن تمشوها بريك اواي، لكن الرينج بتاعه اصلا صغير، شموع جنب بعض زي ما انتم شايفين، اقرب ان هي تكون كونتينيويشن لان هي جايه بعد اتجاه صعب شويه، يعني كانه نص الاتجاه، فعلا كانه نص الاتجاه. بيقول لك ان بدايه الاتجاه ده بتتكلم في 2000 نقطه، ده باوند نيوزيلندي، تمام؟ ما 2000 نقطه، فانت لسه قدامك 2000 نقطه كمان بعد الشمعه، لسه قدامك 2000 نقطه كمان، تمام؟ هو اصلا عدى، فدي الكونتينويشن ما بتضغطوش. عشان بس تركز هنا ان انت اول اغلاق ايجابي، تمام؟ الشمعه الثانيه، الشمعه الثانيه في الكونتينويشن بس قفلت او عدت الهاي بتاعت الشمعه بتاعت الكونتينويشن، خلاص ادخل الشمعه، ما تستناش ان هي تضغطها لان هي وظيفتها ان هي مش هتضغط. الستوب بتاعك فين؟ هنا الشمعه، هي نهايتها، انزل بس تحتيها بحاجه بسيطه، لو تقدر تنزل حاجه بسيطه تاني عادي، لان يعني عادي الاسعار تطلع شويه وتنزل تختبر بدايه الجاب وتطلع تاني، لان دي كده بقت منطقه دعم، فدي كونتينويشن كويسه. ده على الباوند نيوزيلندي. على اليورو اتكلمنا عليها، وروني قولوا لي كده الاجابات اللي انتوا شايفينها وشاكين فيها، مثلا نجيبها على التشارت دي برضو اتكلمنا فيها. الذهب، دي امشيها بريك اواي، الرينج بتاعها كبير، الرينج بتاعها كبير، ممكن تمشوها بالشكل ده. لو الرينج بتاعها صغير، سايد واي رينج صغير، لا هعتبرها اتجاه صاعد عادي، هعتبرها اتجاه صاعد عادي، ودي تبقى كونتينويشن. لو الرينج بتاعها كبير، رينج شايفينه عادي جدا، هنمشيها بريك اواي. اهم حاجه ان الاثنين كده كده ما يضغطوش، بس هي المشكله بس في ايه؟ ان انا هقول لك بريك اواي، لان انت لو خدتها ان هي كونتينويشن، ففين فين الاتجاه اللي هيتعمل؟ فبداية الاتجاه بتحط من هنا للمسافة نفس المسافة، فخلونا زي ما احنا ماشيين. هي البريك اواي ما بتجيش في نص الاتجاه، لكن خدها قاعدة ان لو الرينج بتاعها كبير خدها ان هي بريك اواي، تمام؟ لان لو خدتها بتارجت زي الكونتينيوشن هتخسر. الاكزوشن دي لا لا، ما تاخدهاش اكزوشن. ليه ما تاخدهاش اكزوشن؟ لان الاكزوشن ما بيجيش قبلها سايد واي. لا لا، هي الاكزوشن ما بيجيش قبلها سايد واي اصلا. الاكزوشن انت بتبقى طالع اتجاه صاعد عادي جدا، صعود في الاسعار وتلاقي جاب اب، بس بتبقى خلاص انت في الاخر، فمش هتعتبرها ايه يعني بعد صعود كبير، ما انت مش هتعتبرها كونتينويشن، وقبلها ما فيش سايد واي، فمش هتعتبرها بريك اواي، تعتبرها مين اللي فاضله؟ هي الاكزوشن، تمام؟
بس لو سايد واي كده لا، خليها بريك اواي رولز بتاعتها. اما اكزوشن لا. ما انا شايفه برضه اتجاه صاعد، بس هي الاكزوشن ما بتجيش قبلها. يعني بصوا، الاكزوشن شكل مين؟ شكل الكونتينويشن، الفكره بس في المكان. يعني انا ببقى شايفه صعود في الاسعار وبعد كده الاقي جاب اب، بس دي عمري ما اعتبرها كونتينويشن، لان انت اوريدي في اتجاه صاعد، اعتبرها اكزوشن. لكن لو انت عندك اصلا اتجاه عرضي لا، وطلعت منه، اقرب ان هي تكون بريك اواي، اقرب ان هي تكون بريك اواي. هي برضو فيها ديبيت شويه على فكره، هي برضو فيها ديبيت شويه، لان عادي ممكن انت صعود اسعار عادي نزلت تمام، وبعد كده صححت سايد واي تصحيح، وبعد كده بدأت تطلع فبريك فجاب وبدأت تطلع. على فكرة ممكن انا خرجت هنا خالص، ممكن على فكرة، بس هي الاقرب خليك اكزور، لان البريك اواي خدها ان اتجاه صاعد كتير، مش مجرد ان الاسعار طلعت قاعين وقمتين فبعد كده بقى فين كده الاتجاه هيبقى منهك. بس هي فكرة الاكزوشن ان الاتجاه بقى منهك. بس هي برضو من الحاجات اللي انت لو شفتها عادي ان هي ضغط الجاب وتطلع تكمل تاني صعود. فدي انا اقرب بالنسبة لي بريك اواي. انت ممكن تشوفها اكزوشن بس مش تبقى غلط، برضو مش تبقى غلط، لان عادي في اتجاه وحصل جاب اب مرة واحدة بس هي طلعت كتير. الفكرة في ايه؟ ان احنا المفروض لا، في حاجة هنا نقف عندها، ان بعد الشمعة دي ما نعملش هاي جديد. فلو عملت هاي جديد يبقى انت مش اكزوشن تاني. الاكزوشن الشمعة بتحصل تمام، وبعد كده الاسعار بتفضل ماشية قريب من الهاي، ممكن ما تعديش الهاي بشكل كبير، يعني تعدي الهاي بس حاجة بسيطة جدا، بس ما تعديش الهاي بالشكل ده. يعني الشمعة دي وتقفل قريب، تحاول تعمل سايد واي ميل للصعود حاجة بسيطة جدا، بس كده تنزل تغطي الجاب. بس دي لا، دي قفلت مربوزه وكملت صعود شوية حلوين، فلا استبعدها فعلا، لا استبعدها ان هي تكون ان هي تكون اكزوشن تمام. حتى لو انت اعتبرتها اكزوشن، لما تشوف الشموع الايجابية دي هتلغي ان هي تكون اكزوشن تمام. لو حسيت نفسك متلخبط شوف اللي بعد كده ايه اللي بيحصل. والله لو قفلت كده وبدات تمشي سايد واي، عشان كده بقول لك ان معظم الوقت الاكزوشن ما بيجيش قبلها سايد واي. يعني هو سايد واي ويا دوب نخرج بجاب اب ونمشي سايد واي تاني، لا الاكزوشن ان الفجوه منهكه، فجوه منهكه يعني بعد صعود مش جاي قبلها سايد واي. سايد واي ده استراحه، او ان الاسعار صححت، فالأسعار صححت وعملت استراحة وبعد كده هتطلع عشان تنزل، لا ماشي خليها دي الأقرب. دي ممكن نعتبرها ايه؟ دي نعتبرها ايه؟ كومون، دي كومون جابس عادية عشان متتلوطوش. ليه؟ ملهاش أي حاجة خارجة من سايد واي؟ لا مش خارجة من سايد واي. بتكمل في اتجاه؟ لا مش بتكمل في اتجاه، عادي جدا. هي حصل جاب داون، غالبا بتبقى العكس، الكومن جابس بتتغطى وغالبا بتبقى عكس، يعني هي فاتحه بجاب داون وبعد كده الاسعار طلعت، مش قاعده، مش قاعده. بس معظم الكومن جابس هي بتعمل كده، يعني لو فاتحه جاب داون يبقى الاسعار هتطلع، لو فاتحه بجاب اب يعني الاسعار هتنزل. بس يعني اديها من 7 لـ3 صح كده، صح يا استاذ. مهم جدا انك تبقى عارف شكل الفجوة اللي قدامك دي نوعها ايه عشان تعرف تشتغل عليها ازاي، بس تبقى عارفها حتى عشان ما تفوتش فرص لو مش هتشتغل عليها. بس يعني تبقى دي ما دام ملهاش اي علاقة بأي حاجة ولا جاية في نص الاتجاه، هي جاية في نص الاتجاه بس بعد كده ايه
ولا اي حاجه، الاسعار ما كملتش داون. دي لو كانت حصلت من الجابات كونتينويشن ما بتعملش كده. كونتينويشن لو انت نازل هتبقى جاب داون وكمل، بس مش تبقى جاب اب وتدخل في الشموع اللي قبل كده، لا. فدي كده جايه بعد سايد واي، لا مفيش سايد واي اصلا، فدي بتبقى كومون جابس بتتغطى عشان بس. مش هي هنا الفرق بسيط، بس عشان ما تتلخبطش ساعات ساعات ان الاسعار تعمل جاب اب وتطلع شويه، فمش معنى كده ان هي تطلع تكمل، لا لا. خدها بقى انت تصحيح ببناتشي وتبدا تشوف ان هي هتغطي جابات، ودي انا قلتها اول الاسبوع ان الاسعار هتغطي الجابات اللي كان حاصل على الدولار الامريكي. واتغطى، الجاب اتغطت. طيب اليورو دي ما خرجش من اي حاجه، ما عملش اي حاجه، يعني دي فتح بجاب داون طلع غطى الجاب ونزل. بس دي بقى الفاليره اللي بقول لكم عليها، يعني انا بقول لكم الكومن جابس هي كده بتتغطى تمام، بس اللي بتتغطى لو بتعمل العكس هنا داون وتبدا تبقى اب، بس دي فليرت عشان هي مش قاعده، هي مش قاعده، عادي طبيعي ان ممكن تفلير. انت بقى بتشوف، انت بتشوف على حسب الكلاسيك بيقول لك ايه. فدي بس هي الجابات بتتغطى. بص الاسعار نزلت نزلت وطلعت غطت الجاب وبعد كده نزلت تاني. الجاب دي الجاب دي ايه؟ والجاب دي ايه؟ بصوا اغلب الحاجات اللي بتتعامل مع بداية الايام، بداية اليوم الجديد ده 17/2/2022 بتبقى كومون جابس، غالبا بتبقى كومون جابس تمام. دي كومون، دي جاية أصلا في نص سايد واي، ده سايد واي كبير أهو، وده نفس الكلام برضه سايد واي جاب أب، الأسعار نزلت، وهنا ده جاب أب بس الأسعار طلعت، الاتنين عكس بعض. دي ده كان على الأويل. بصوا دي باينة بقى، يعني ده أصلا اتجاه صاعد وحصل ان الاسعار طلعت نزلت وبعد كده طلعت بجاب اب، ده مش سايد واي، ده تصحيح عادي والاسعار طلعت بجاب اب، دي اكزوشن. طيب الشمعة اللي بعد كده، الشمعة اصلا قفلت تحت، فمش منطقية. حتى بصوا لو شكيتوا في الاكزوشن مش منطقي، مش منطقي ان انت تشوف الشمعة، مش منطقي ان انت تشوف الجاب اب وبعد كده بمبر سلبية. لو شكيت ان لو جاب اب يعني في كوح رؤيه كبيره خلى فيه جاب اب، لكن الشمعه تقفل بين بار سلبيه، يبقى دي اكزوشن، يبقى دي الطلعه دي طلعه منهكه، يبقى دي اكزوشن، دي اكزوشن جاب. اسعار ما تعملش هاي جديده، تمشي سايد واي عادي، بس ما تعملش هاي جديده كده كده الجاب هتنزل تتغطي تمام. دي كومون جابس بس ما ضغطتش، دي هنا على الاويل دي ما ضغطتش، لا ثواني دي حاجة تانية. فين السايد واي؟ واخدين بالكم من دي؟ بصوا ده السايد واي، ده السايد واي تمام. الاسعار كانت طلعت اصلا اخترقت اختراق كاذب ورجعت السايد واي تاني، بس انا السايد واي الاساسي بالنسبة لي مين؟ دول. بعد كده الاسعار عملت جاب اب تاني، جاب اب مش لدي، دي اصلا اختراق كاذب، الاهم عندي ده، دي بنسميها ايه؟ لا دي بريك اواي. واخدين بالكم من دي؟ دي ليه بريك اواي مش كومن جابس؟ دي بريك اواي لان انا عينيا على ده سايد واي، ده دي كان اختراق كاذب ونزل تاني جوه السايد واي الاساسي بالنسبه لي، فدي هنا بريك اواي. البيتكوين فيه كتير، بيتكوين دي continuation، دي هنا اتكلمنا فيها وده اتكلمنا فيها، ودي قلت لكم exhaustion وخلاص بقى واضح ليه. دي
دي مش ايلاند، تمام؟ دي مش ايلاند الفيرسال. ليه؟ لان احنا هنا عملنا جاب داون لكن ما خرجناش من مناطق الازدحام، فدي عادي كومون، والشمعة اللي بعد كده طلعت غطيتها اصلا، ما تغطتش الشمعة اللي بعد كده مقفولة هنا، بس بعد كده الأسعار طلعت غطيتها، الأسعار طلعت غطيتها كلها ونزلت. لو دي بريك اواي أسعار مش هتغطيها وهتنزل على طول، تمام؟ قولوا لي أسئلتكم. تمام، ماشي. الذهب، ماشي. مين كام حد مهتم طيب بالذهب نشتغل عليه سكالبينج؟ كنت بعمل كده زمان بس بطلت. من الحاجات اللي سكالبينج، بما ان بقى تعب اعصاب بتعب اعصاب، فالواحد بينقي الحاجة اللي الواحد بينقي الحاجة اللي نقطها كبيرة. ما هو بصوا، السكالبينج ده انت قاعد قدام التشارت، ما تلاقيش حد سكالبينج ومش قاعد قدام التشارت، تمام؟ فانت عايز كام نقطة، فانت قاعد بتحرق في اعصابك. انت فكرة ان انت قاعد قدام التشارت متابع الشموع وهي بتتحرك، ده تعب اعصاب. فتعب اعصاب بتعب اعصاب بقى، فانت بتتكلم في حاجة ليها نقط كبيرة. فانا كنت بشتغل على ده سكالبينج، تمام؟ بس انا بطلت الموضوع ده. بس ماشي، لو انتوا عايزين، ماشي، لو عايزين سيشن على الذهب بس، هتكلم مش سكالبينج بس، سكالبينج وسوينج، تشتغل على ده ازاي وتشتغل على ده ازاي، ممكن، تمام؟ وتاخد بالك من ايه، وايه الحاجات اللي مرتبطة بالذهب لازم تتابعها، تمام؟ عوائد السندات والحاجات دي، ايه الحاجات الفاندمنتال اللي مرتبطة بالذهب ولازم تتابعها، ماشي؟ دي هنا اكزوشن، دي قافله اب، لكن بعدها يعني هل تنفع تقفل اب وبعدها يمشي في سايد واي كده وتعمل بين بار وحاجات كده سايد واي؟ خلاص بتبقى عارف ان انت نازل، بس هي دي الفكره بقى. بصوا هنا، الاسعار طلعت بعد كده، يعني هو غطى الجاب وطلع بعد كده، بس طبعا مستحيل مستحيل انت بعد الصعود ده كله هتقول لي ان دي اي حاجه غير الاكزوشن. هي مش نافعه غير الاكزوشن، هي مش نافعه غير الاكزوشن بعد كل الصعود اللي كان على جبل ده، فدي اكزوشن واضحه. يعني لو انت مش عارف ان دي اكزوشن، هتفوتك فرصه ان انت تقفل الجاب، كده كده انت عارف ان الجاب هتتغطى، تمام؟ كده قولوا لي كده حد عنده سؤال، ممكن نرجع للدولار الامريكي على طول، طولنا في السيشن دي قوي. ننساش بس السيشن الجايه عن اليوت. فلو فاتتكم حاجة ممكن معرفش أعوضها لكم. الدولار الأمريكي أهي، دي الجاب اللي كانت برضو الأسبوع ده، أهي أعتقد هي دي برضو 11-11 دي غريبة. ده يوم 11-11 ده الأسواق فتحت على كذا جاب، بس جاب أب ونزل، جاب أب وبرده نزل. لا أنا عايزة بتاعة السوق لما فتح، السوق فتح يوم 14، طب فين يوم 14 بقى؟ أهو اهي، تمام، اهي فتح بجاب اب، تمام، فتح بجاب اب وطلع، قلت لكم ان هو هينزل يغطي الجاب، او مش فاكره والله كان اني يوم، بس انا قلت لكم الجاب دي هتتغطى، الجابات دي كانت هتتغطى، واعتقد كان في الذهب، تمام. خلاص تمام، في حد كده عنده سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ تمام، اشوفكم على خير السيشن الجاية، ولو حد عنده اي سؤال ممكن يبعت لي. لا الدهب مش نزول، الدهب بس بيصحح يا استاذ احمد، الدهب بيصحح بس وهيبدأ يكمل تاني.
هيبدأ يكمل تاني صعود، خدها بس من الموجة الأخيرة دي، الموجة الأخيرة دي من القاع للقمة تصحيحها. هو راح ل 38 وممكن معاك تاني لحد 50، تمام؟ بس 50 زي ما قلت لك، لو هيروح 50 هيروحها بيه يعني كيرف على اليمين شوية عشان يلمس كمان السحابة. بس انت شايف سمك السحابة دي كلها، سمك السحابة ده يقول لك ان الذهب لسه مكمل. الشيكو زبان لسه، الشيكو زبان مكسرش اسعار اصلا، يعني الشيكو زبان ما كسرش اسعار. انت لسه في اب ترند، لا انت لسه قوي. الذهب انا بالنسبة لي لسه قوي، تمام؟ تمام يا شباب، اشوفكم على خير السيشن الجاي. شكرا ليكم.